الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذه من الضوابط المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا يقبل الله عز وجل ما يدخل في مسمى الصلاة إلا بسبق الطهارة. فمن صلى صلاة بلا طهارة فإن صلاته تعتبر باطلة. وبرهان هذا الضابط قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر الله عز وجل بالطهارة قبل الشروع في الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى الخمسة بإسناد صحيح من حديث علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على ما أجمع عليه العلماء من أن ما يدخل في مسمى الصلاة فإن الله لا يقبلها إلا بطهور. ثم اعلم أن الطهور ينقسم إلى قسمين: طهور أصلي وطهور بدلي. فأما الطهور الأصلي فهو استعمال الماء وضوءا كان إن كان الحدث أصغر أو غسلا إن كان الحدث أكبر. فإذا انعدمت الطهارة المائية فإن الإنسان ينتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. فإذا كان الإنسان قادرا على تلك الطهارتين ودخل في الصلاة بلا واحدة منهما فإن صلاته تعتبر باطلة، سواء أكانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كانت من الصلوات الراتبة أو العارضة. وأعني بالعارضة كصلاة الاستسقاء فإنها تعرض للجدب، أو صلاة الكسوف فإنها تعرض بسبب الكسوف. حتى ولو كانت سجدتي سهو بعد السلام، فإذا أحدث الإنسان بعد السلام قبل السجود فإنه لا يقبل الله عز وجل منه تلك السجدتين البعدية إلا بالطهارة، لأنها تدخل في مسمى الصلاة.